بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي تغيير لون خطوط الشبكة، الجريد لاين أو الخطوط الشبكة، الخطوط اللي هي في خلفية شيت الإكسل ده اللي بتبين لنا يعني الأعمدة والصفوف اللي هي باللون الرصاصي أو الرمادي الفاتح ده. ده تلقائيا يتم عرضها طبعا في الإكسل عشان تبين لنا حدود الخلية وإن أنا في الخلية A1 ولا A2 ولا A3 والكلام ده. طيب أنا عاوز أغير اللون ده، اللون الرصاصي ده الرمادي ده التلقائي ده، عاوز أغيره في الشيت ده أو في غيره من الشيتات. يعني عندي شيت تاني هنا اسمه عاصم، برضه ما فيهوش أي بيانات ولكن فيه خطوط شبكة، أنا عايز خطوط الشبكة دي أغير اللون بتاعها. ماشي، أعمل إيه؟ هروح على ملف فايل، وبعد كده هروح على خيارات الاكسل، الاوبشنز بتاعت الاكسل، فطبعا هيفتح لنا النافذه بتاعت الخيارات دي. هروح للادفانسد، الخيارات المتقدمه، وهبدا اعمل سكرول كده انزل لحد يعني هنا خيارات عرض ورقه العمل هذه. انا حاليا في الشيت اللي اسمه عاصم، ماشي، فهختار من هنا الشيت بتاعي. هو اصلا يعني لو انت عاوز ده هو متحدد تلقائيا الشيت الحالي، ولو عاوز تغير في شيت تاني مفيش مشكلة، بتختار من هنا. خلاص خلينا في الشيت الحالي اللي احنا فيه ده، وهبدأ هنا لون خطوط الشبكة، اضغط على الكومبو بوكس اللي جنب اللون ده، فعندنا الالوان دي هي المتاحة، تضغط على اي لون كده وبعدين تعمل موافق. التأثير اللي تم ده او التغيير اللي ظهر معانا ده اللي هو الخطوط الشبكة اصبحت باللون الاحمر ده اللي انا اخترته طبعا في الشيت اللي هو عاصم فقط. لما اروح للشيت التاني ده فخطوط الشبكة تلقائيا هي الطبيعي بتاعها بالرمادي العادي. لو حبيت تغيره للون اخر فمن خيارات ايضا، خلينا نختار لون تاني وليكن مثلا اللون الاخضر، وهروح للادفانسد او الخيارات المتقدمة، وانزل بالسكرول بار دي لحد خيارات عرض ورقة العمل هذه اللي هو حاليا محدد اللي انا واقف فيها، تمام، وبعد كده نختار اللون اللي حضرتك تختاره وليكن الاخضر ده اللي اتفقنا عليه. يبقى ورقة العمل الحالية الخطوط اللي فيها باللون الاخضر، ولكن طبعا خفيف خالص يعني، لان الخطوط دي يعني خطوط بس لتبيين الشاشة، لتبيين اقصد الخلية او كده. ماشي، طب لو عاوزين نخفي الخطوط دي ما تظهرش معانا، الاصل في الاكسل انها الديفولت كده انها موجودة، انها يتم عرضها خطوط الشبكة، والاصل في الوورد انها مخفية، هي موجودة في الوورد ولكن الديفولت بتفتح مستند الوورد يبقى هي مش موجودة، الخطوط الشبكة مخفية. انت لو عاوز تظهرها بتروح لتبويب عرض او فيو في الوورد وتضغط على تعلم علامة صح على خطوط الشبكة. طيب لو عاوز تخفيها في الاكسل، هي حاليا من تبويب عرض خطوط الشبكه الجريد لاين دي بتضغط على بتشيل الشيك، علامه الصح من الشيك بوكس ده، فبتختفي خطوط الشبكه في الشيت الحالي، والشيت التاني ده طبعا زي ما هي. لو عاوز تخفيها من هنا يبقى كل شيت له خيارات مستقله بيه، من سواء بلون الخطوط الشبكة أو إظهارها أو إخفائها. طيب إظهار خطوط الشبكة أو إخفائها هل يؤثر أي تأثير على الداتا بتاعتي، على البيانات بتاعتي؟ لا طبعا ليس له أي تأثير. دي المعلومات اللي حبينا نشارك بيها في الفيديو الحالي، شكرا لمشاهدتكم الطيبة، شكرا للمشاركات والمشاهدات والتفاعلات على القناة، أيضا شكرا لدعمكم للقناة وتفاصيل الدعم في وصف الفيديو، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.